اهلا اهلا وسهلا مشتاقون فلوق جديد سنة 2019 ان شاء الله يا ربي سنة خير عليكم. اليوم معزومين على حفلة راس السنة وباشر هم عندنا عرس وهسه جاي اريد اسوي ريوق مشتهي ريوق شامي اللي هو المسبحة والفول بالطحينة اذا تعرفوها. لزمتك شوف هاي الهوسه كلها حتى اتريق فول وحمص بالطحينه حضرتهن حتى ما تدوخون خفتي تسوون مثلها. هذا اللبن 4 خواشيق وفصين ثوم ليمونتين وخاشوقتين كمون وراشي خاشوقتين وهذا اللي غسلتهن ورا ما جبتهن من القواطي نظفتهن يعني بس هيك بالمصفي حتى يطلع منهن الملح ما ادري شنو. هاي زلاطه هاي زيت زيتون هذا ماي شويه ها ملح ايش نسوي بالسره صفطتهن. خليت اللبن ويا الفصين ثوم راح اخبطهن واخلي الليمون والكمون. اقول لكم ليش ما افتح قلم الاكل مو احسن لي من الفلوقات. خلي هاي العصير نخبط هذا هم خير شيء عادي جراشي اللي هو الطحينه خاشوقتين وعليهم نجيب هاي وهذا ونكته هنا أنا. وبس ونخلي فوقها زيت زيتون. هندير الفول طبعا هاي قوطيه واحده فول ما خليت اثنين وهذا الحمص هسه ورا ما خلصنا ندير زيت زيتون والطماطه والزلاطه خاشوقه وخبز وشده بالنظيف. هسه عندي احلى من الاكل لازم اخذ صوره على انستغرام. ورا ما ضربنا الريوق النوبه على البقلاوه ابو عفيف. هاي كلها محفزات للحفله مال اليوم. منو من عندكم يستخدم كريمات الوجه؟ اول مره بحياتي استخدم كريمات. هذا الكريم كلش يفيد للوجه تجاعيد الوجه. طبعا صار اسبوع لما استخدمت هذا الكريم كلش فاد وجهي حسيت التجاعيد صدق قلت لانني كلش قليل اشرب الماء يمكن كل 3 ايام 4 ايام يمكن ما تصدقون كل من اقول له ما يصدق. جاء اوقات اسبوع مو شارب ماء اشرب مثلا شوربه اشرب عصاير اشرب بيبسي بس ماء ما اشربه ما اقدر اتحمله. تجاعيد وجهي كلها بينت خلال ذيك الفترة والكبر هم الادار والوراثة والتفكير. طبعا كنت استحي قبل خلي اقول هاي عبست البنات بعدين شفت الوضعية انه شوفوا هذا هاي من انا يلا على البلازما على عمليات التجميل. هذا القاط مات الجديد شنو رايكم باللون شوية جريء لاول مرة راح اخذ هيجي. هاي من هاي الحلوة الكاشفة وخلي حمراء شنو هاي. طبعا ابراهيم القميص مالته مثل ما تشوفون الحمراء باسته مؤسسه وغسلتها وبعدها خلصنا الوضعيه مثل ما تشوفون والرباط كالعاده ما اعرف اشده ما حد لا يعيب فراح اروح هناك واشوف لي واحد يشد لي اياه والله مو شاق ما ادري شاق حتى هنا ملاحقني حبيبي وين اروح بعد واخلص منك انا وزيد واقفين برا بدي اشد لي اياها لان ما ادبرها حصيت اتعلمها. طبعا هاي راح اصور حتى مرت اللوخ هيجي لفها مره واحده وبعدين مره ثانيه اريد نفس مال غارديولا المدرب الاسباني ما اعرف شلون شادها اقول لك انا حافظ واحده الا اقول لك هيجي
خلصت حفله راس السنه وخلص العرس، ان شاء الله يا ربي سنه خير عليكم سنه 2019، واللي عنده هدف يحققه. احد الاشخاص انا عندي هدف ولازم احققه ان شاء الله ب 2019، وبالفلوقات الجايه راح اعلن عنه. اكتبوا لي بخانه التعليقات شنو اهدافكم او شنو طموحكم تحققوه بسنه 2019 او بالسنوات المقبله. نهايه الفلوق، سي يو.